بيك سيدي، عندكش فكرة شكون ينجم يكون استدعاك ولا استدعاتك الليلة في برنامج مع علاء؟ إن شاء الله تظهر استدعاتني. استدعاتني فيها امرأة. شكون؟ إن شاء الله تظهر استدعاتني. شكون يا ترى؟ ما نعرفش، يعني ما عنديش فكرة. ما شاء الله تظهر امرأة ماهوش يلا رشيد. استاذ أنت مع شكون جيت ساعة؟ أنا جيت أنا والمدام. أنت والمدام. وتقول ان شاء الله تطلع مرأة خاطر عندي مزهار مع نساء خير من المرأة. يا ودي ماك مرتك مرتش بيه تطلعش واحدة أخرى؟ جيبوا لي مرته. لا لا بجدك؟ لا بيناتنا عاد بيناتنا ومش يتعدى وهي تتفرج. من بعد ترضيها؟ ما عاد حد شيء بيناتنا. لا ترضيها من بعد بس الجمعة ترضيها. ها؟ ترضيها. ترضيها؟ ترضيها. ترضى في ساعة هي؟ ترضى في ساعة. ترضيك مهفنت. لا لا خاطرها تحبك هذيك. نحبوا بعضنا. اي سيدي. اي سيدي. شاكك في مرأة معينة؟ والله ما عندي شك في حتى. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج مع علاء. رشت. ها؟ صابر. شكون صابر؟ صابر. علاش تضحك؟ نضحك على رشتة. لا علاش تضحك؟ رشتة. رشتة. شنو رشتة؟ اسم الشهرة. رشتة. يا رشتة. كيف أقول لي من الأول رشتة؟ علاش يعيطوا صابر رشتة؟ كنيا؟ والله خاطر هو هزنا رشتة. ها؟ هزنا رشتة. هزنا رشتة؟ هزنا رشتة. هزك أنت رشتة؟ هزني أنا رشتة. زعم عليش؟ والله ما نعرفش تنشوفوا عليه. هاي صابر قلت لي استدعى لي ابراهيم. ها ابراهيم. اهلا ابراهيم. مرحبا بخويا. اهلا بيك اخويا. لاباس؟ لاباس. ابراهيم ناس استدعيتك راني خاطر غلطت في حقك وغلطت معاك ومسختك مع العباد الكل. استدعيتك حبيتني باش تعرف العباد اللي انت في الحكايه بتاع الفلوس انت وقفت معاي وهزيتني على اساس مش ناخذ فلوس باش نخدم بها دواء باش نداوي به فلاحه وكذا. اصبحت انت حليت لي كونت وني لقيت شكاره وبديت نعبي. لا خزرت للعشره لا خزرت لحد شيء. غرقتك وحلتك ووحلت روحي. ني جيت حبيت مش نقول لك اخويا سامحني واللي عملته معاك اني ما عاش حتى عندي وجه باش نقابلك حتى في البلاد. وليت كذا حتى مرتي وعيالي وقالوا لي كيفاش قالوا لي السيد هذاك يعمل معاك هكا وانت تواجهوا بالشيء هذاي. ني الله غالب غلط راني كيما انا تحايلتك هكا تحايلتني عبار كيما راهو ابراهيم راهو حتى هناك تحايلوا علي الفلوس دبت لا خذيت حتى شيء. وانت نصحتني قبل وقلت لي صابر ابعدك اخدم على روحك راك عباره مهران ولدي راك كذا. نعم ما سمعتش رايك. الله غالب ابراهيم راني حبيت برر موقفك لك انت عارفها القضيه ماشيه بتبعتها.